هل انت شايف ان الاستثمار الخاص بيه او اللي دخل كرة القدم خلال الفترة الأخيرة، وان بقى فيه دلوقتي أندية تجيب مثلا شركة او تجيب راعي ياخد بعض الفرق في الناشئين ويستثمرهم ومش مهم يدخلوا في الدوري، هل انت شايف ان النظام ده بيضر بمصلحة الكرة في مصر؟ هو ده اللي بوظ الكرة في مصر. هو أولا دلوقتي النادي عامل قطاع ناشئين ليه؟ عشان هو ملزم ان يصرف عليه عشان يطلع ناشئين عشان يبقى فيه إفادة للفريق الأول والمنتخب مصر. أنت عامل ناشئين ليه في كل الأندية؟ خلاص الغي الناشئين بقى. الغي دوريات الناشئين كلها وخليها كلها استثمارية. وخليهم زي الأكاديميات كده كله يلعب بعض وخلاص والكلام ده. إنما تقول لي قطاع ناشئين وأنت ما تصرفش عليه؟ لا، مفروض دي نظرة تاني من المسؤولين. طالما ان انت عندك قطاع ناشئين يا عم ما تصرفش على 5 فرق في الناشئين، خليهم 2 عشان يطلعوا لك في الاخر لعيب كويس للفريق الاول، عشان ما تجيش في اخر السنه تقول ده انت بتشتري 20 و30 لعيب عشان ما عندكش ناشئين. طب انت عامل القطاع ده ليه؟ عشان يشيل لك 5 6 لعيبه 10 لعيبه وتجيب بقى اللعيب اللي هو مميز ومش عندك. يعني انا لما اجيب، لان كل اللعيبه بقت شكل بعض، فانا لما اطلع مثلا 10 15 لعيب من الناشئين عندي واجيب واحد هداف مثلا، واحد صانع لعب، وادفع فيهم فلوس، خلاص دي براحتك. ليه؟ لان انت ما لقيتش في القماشه اللي تحت اللعيبه دي، مش موجوده عندك. فانا في الحاله دي لما هاجي اشتري لعيب هشتري اللعيب اللي انا عايزه، مش هشتري 20 لعيب حارس مرمى واللي في المساكين وفي نص الملعب واللي على الاطراف والراسات حربه. ايه ده؟ وكل سنه وتيجي تقول لي عايز الكره تنهض؟ لا طبعا ما تنهضش. ما ده مش كلام. وهتلاقي فكر المدرب ده غير المدرب ده والمدرب ده غير المدرب ده، وهتلاقي اللي بيضيع في كل ده الكره المصريه.